هو مارك بركات، ولكن بالمدرسة كان عنده أكثر من اسم، مارك البلوعة أو غيرها من المفردات يلي كانت تسبب له الإزعاج. يمكن اللي أكثر شيء أنا تعلقت فيه وبعدنا لليوم في تعلق فيه هو الأصحاب. من بداية أيامه الدراسية ولغاية نهار التخرج كان مارك من المتفوقين، مع أنه ما كان يدرس بالبيت إلا لوقت كتير قليل، حتى بس قبل الامتحانات، لأنه كان يتكل على التركيز بالصف. الأهل كانوا مستغربين وبذات الوقت مطمنين بسبب النتائج المبهرة يلي كان عم بيحققها، ولكن بالمقلب التاني مارك وبعض أصدقائه المتفوقين ما كانوا مرتاحين، والسبب التنمر. مارك ما بحياته درس لفترات طويلة وكان دايماً يتفوق. أنا وقت كنت صغير كنت أسأل حالي دايماً بالمدرسة ليش في تلاميذ بيتفوقوا وفي تلاميذ بيكون عندهم صعوبات أكتر، بس أكيد كلنا عنا كمان مثل صعوبات بأشياء معينة تانية. هلا بتسائب أنه بعض الأشخاص الدماغ يلي عندهم والتكوين تبع الدماغ اللي عندهم بيسمح لهم أنه يتفوقوا دراسياً. هيك سؤال كتير كبير على ولد بعمر مارك، وخلال متابعة سنينه الدراسية المتبقية إشارة تانية كتير قوية تلقاها مارك وأثارت فضوله لمعرفة المزيد عن دماغ الإنسان، وهي لما أصيب جده بمرض الألزهايمر وما عاد قادر يتذكر حدا من يلي حواليه إلا بس يلي حبهم أكتر من حاله ويلي عنده عاطفة كتير قوية تجاههم. هالموضوع خلى مارك يطرح سؤال تاني عن السبب، وأكيد الإجابة عليه كانت أصعب من السؤال الأول. جدي كان عايش معنا بهذا البيت، بهالأوضة بالتحديد، وكان له وجود كتير كبير بحياتنا. يعني نحن إجمالاً أغلبية ذكرياتنا نحن وصغار كان بوجود جدي، وبس صار عمري تقريباً بين 10 و11 سنة جدي بلش مرض الألزهايمر. ما بعتقد في حداً بهالدنيا ما بيخاف أنه يقطع بالتجربة اللي قطع فيها اللي قبله، خاصة وقت بتعيشيها لهالتجربة. يعني نحن كانت بهيدا البيت مع أشخاص منحبهم منعيشها للتجربة. كان جدي ينطر هون، كان حاطط كرسي هون، كان ينطر معنا الأوتوكار تما ننطر برا. سو الأوتوكار كان يوصل من برا إذا كان في شتاء، تما يوقفنا جدي برا كان هو يطلع كل شوية يوقف هون تا يطلع إذا جاي الأوتوكار، إذا صار واصل، تا حتى إنه أول ما يوصل الأوتوكار نحن نظهر. وكان يستقبلنا على الرجع، يعني كان دايماً هو آخر شخص بيودعنا وأول شخص بيستقبلنا. قرر مارك التخصص بفرنسا بعلم النفس العصبي، وحصل على الدكتوراه بال2004 ليتوجه بعدها لكندا ويحصل على دكتوراه تانية بعلم النفس العصبي العيادي سنة 2011. بال2018 كانت العودة إلى مستشفى الجامعة الأمريكية للانضمام للمركز الطبي السباق بأحداث التغيير على الصعيد الصحي. مارك بركات رجع على لبنان مع زوجته السيدة ماريا ضو وأولاده مايكل وجينيفر، ويلي انضم لهم لاحقاً جيسون، والتحق بمستشفى الجامعة الأمريكية يلي كانت ثقته كبيرة فيها. الأكيد أنه كانت القرار الفلي كان أهين بكتير رح بيكون لو الأيوبي مانا موجودة. يعني الأيوبي هي كانت الأساس يمكن أو الحلقة الأهم بقرار أنه نبقى هون، لأنه كان كل شيء مأمن. يعني أنا حتى لو ظهرت من لبنان ما كنت رح أرجع نبش على شيء مختلف عن اللي كان عندي إياه بالأيوبي، لأنه هيدا هو اللي أنا عندي إياه وهو اللي مأمن لي كل شيء بحياتي اليومية. لفت لي شغلتين بالتقرير، تعلقك الشديد بجدك، شو بتتذكر هيك أكتر شيء كان يقول لك إياه قبل ما يصير عنده الألزهايمر؟ كان جدي من الأشخاص اللي كان يحب كتير يحكي عن طفولته، وكان عندي كل الأخبار تبع طفولته. طفولته كانت صعبة، والمضحك بالخبرية أو الشوية صغيرة بعدين الواحد بيصير يفهم أنه مع العمر صار يخبر أكثر عن طفولته، وهيدا كان واحد أو أحد
العوارض يمكن تبع الالزهايمر يلي كان مبلش يلي بيخليه ينسى الاشياء الجديده ويتعلق من اكثر لاكثر بالاشياء القديمه. وهذا الشيء بيرجع لفتله نظري بعد فتره يعني بعد بس انا بلشت شوي صغير بالاختصاص تبعولي. صحيح. والشغله الثانيه انه تعرضت للتنمر. ليه؟ أنا بعتقد أنه اللي أنا عشته في كتير بعدهم عم بيعيشوا اليوم. التنمر هو آفة بالمجتمع للأسف بعدها موجودة، وأي شخص عنده أي نوع من الاختلاف إن كان بحكيه بلبسه بتصرفاته أو أي شيء معرض اليوم أنه يصير في عليه تنمر، بيصير عرضة للتنمر. بيصير عرضة للتنمر هلا مع السوشيال ميديا أكثر كمان. أكيد السوشيال ميديا هينت الانتشار تبع التنمر بعد أكثر، يعني اليوم الشغلة اللي كانت تكون تضلها مضبوبة بمحل معين أو بمجتمع معين يقدر واحد يهرب منه، اليوم صارت بتلحقه من وراء السوشيال ميديا للأسف. مزبوط.